ومن أخبار العراق ننتقل بكم مشاهدينا إلى كندا، حيث أقام منتدى البحوث الإسلامية للعقائد والفقه والأخلاق في العاصمة الكندية أوتاوا المهرجان السنوي لمناقشة علامات ظهور الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. المهرجان الذي حضره باحثون وأساتذة مختصون من الجامعة الكندية وجامعة كونكريليا نوقشت خلاله بحوث في غيبة وعلامات ظهور الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، فضلا عن مشاركات في النثر والشعر العربيين. الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، المثبت للعقيدة والمنقذ للبشرية. تحت هذا الشعار أقام منتدى البحوث الإسلامية للعقائد والفقه والأخلاق، وباستضافة مركز الإمام المهدي في مدينة أوتاوا الكندية، مهرجانا سنويا لمناقشة علامات ظهور الإمام المهدي عليه السلام، بحضور أساتذة ومختصين وباحثين في هذا المجال من الجامعة الكندية. نظرا لحاجة الجالية في دار الغربة لما يرتقي بهذه الجالية إلى توضيح وتثبيت عقائد أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، ارتأينا إلى تأسيس هذا المنتدى، منتدى البحوث الإسلامية للعقائد والفقه وللأخلاق. تأسيس هذا المنتدى إنما جاء بالحقيقة لتثبيت العقائد أولا من جانب، وللارتفاع بمستوى الجالية الشريفة إلى بالحقيقة الأصول العامة وإلى العقائد التي أرادها منهج محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليه. المهرجان ضم بين فعالياته عدة بحوث قدمت من قبل أساتذة من جامعة كونكورديا تحت عنوان المهدي المنتظر عموم الفكرة وخصوصية التطبيق، إضافة إلى مشاركات عديدة من قبل الحاضرين في مجال الشعر والنثر العربي، حيث تم تقييم هذه المشاركات من خلال توزيع الجوائز على المتسابقين. هذا المنتدى الإسلامي حقيقة هو منتدى نافع كل الأجيال، أصور أعمارنا والأعمار الشباب والصغار، وهو يبحث بحث عقائدي عام وبحث إسلامي، ومن الضروري هذا يقام كل فترة في يعني المراكز الإسلامية لجلب الشباب والأبناء للاستفادة من البحوث هذه الضرورية، وحسب الأعمار، وهي اللغة العربية والإنجليزية نفس الوقت يتم البحث، وهو عمل موفق من ناحية العملية. الأخوة هنا العاملين في المنتدى الذي أخذ على عاتقه فكرة نشر فكر أهل البيت وترسيخ عقائدهم بين الشباب، نحيي القائمين على هذه الفكرة، نقول لهم بارك الله فيكم، إن هذا لهو الجهاد الحقيقي في سبيل هداية الشباب في بلاد الغربة وفي سبيل الوصول إلى الغاية المرجوة، وهي حسن الاستعداد لظهور الإمام عجل الله تعالى فرجه. لقناة كربلاء الفضائية رجاء حميد.